شمعن حبيوة دهت موخن كلاثة خفتة أم الدكتور ستيفان قليانا أي يبتو حلقة تتة لأنه شبت فتلة وهو حلقة قماثة ده حلقة تتة تكملة دياح أم حكيلن عن أسباب المرض ميلن الساخوثة قابرة لقبت برناشة وقاية دياح بتوخ أنا وخاثرانيا أم حكوي أمي وطبعا هم شمأن بشمأن وانكبوت المحكوت من ناحية بشان بقواخن بس متصلوا أو كثير طالن بقارة دياخن أكيد يعني لك مقصر حكيما أو دكتور ديان دكتور ستيفان فدكتور ستيفان خشوت ان الام ناخذ برسقاله كل داية يا الام بلبة وموخة وتخملتا بس اي الاوا قاوت كندا بتمتصل بقاوح بتاو اتن اتصال مباشر هربي خاية بتاو محكو طالن كل ايا من ديان يتماري طلوخن وخرتقاي ان اتوخن بقارة اي بوخن مطيوتن الا محكوتن اميح بخاتم شخلبة اي بوخن متصلوتن عن طريقة ماسنجر دخونا عدنان منصور او ايميل ديدن ديل كالديان راديو at gmail.com او يبوخن متصلوتن عن طريق التليفون ديل 1619-635-3364 اني ناشط اطرة امريكا وكندا يبيت متصلي بترقم ناشط اطرة عراق واوروبا واندو كان خنا يبيت متصلي عن طريق واتساب او فايبر قاق ما يثب دريوتن غذيلة 001 وبطر بداخل دريوتن تليفون ديدن ديل 619-635-3364 وطبعا يبوخن الكثوتن بقارة ديوخن قاوت فيسبوك تبرس قالك الداية فشماء اولي طلوخن ارخاذ مش خلب منقل اي غدات كبوتن شش مخلوخن او تقريخ تنياثة شدبار خطواصل حلوية هذا خيلة كبان دمرا انت ليندا الصناطي برد خاثح برد لبنى الصناطي شمح فادي تم الوذ العملية مصران زائدة دودية كم رخلة كمرجخ مريا قال كميلة دودية لك هذا مبقرخ دكتور مبقرخ دكتور أكيد فليندا يعني هذا كلش خوش يوم وخوش وقت حتى تسمعينا والدكتور راح يكون ويانا إذا تريدين أي استفسار ليش يعني تصير هاي مثلا الحالة ليش الواحد لازم يسوي العملية ليش توصل لمرحلة أنه واحد لازم يعني أي سؤال عندك بخصوص هذا الشيء دكتور راح يكون ويانا دكتور ستيفان طبعا هي تطلب دعوة نقولها إن شاء الله صحة وعافية ويقومها اليوم قبل باكر وطبعا قبل من كانوا يسوون عملية مصران أعور كانت تأخذ شهر وشهرين واحد نايم يعني بالبيت بس هسه خلال أقل من أسبوع شوفين الواحد يمشي ولا كأنه بيفشي ماكو شيء إحنا بليلة رأس السنة كنا بالمستشفى دنعايد ويا الدكاترة والممرضات بنتي حبكتي يعني إلا بليلة رأس السنة وديناها ونفس الحالة نفس العملية الحمد لله والشكر هسه زين المهم سلامات أكيد أكيد وهم أكو هواية من يعني مستمعين كبيرة من ناشد أغني قلب قاع عربي قاشر لكذا قاي حسب فكم أنت من سيف شيفان صباح الخير للجميع وكأولا أربا وردة حلوية مش خلبة صباح الأنوار طبعا أتن من سميرة توما كما الله الله شكرا أستاذ عدنان على هالأغنية روعة قال بسمتك ولا خش لا مرابة وطبعا دعوتك كل شمائن انكبوتن أي زمرتك ثولة طالا وأخونا عدنان منصور أكيد لك مقصر أكيد أتن من الشاعر لؤي الرحال كمر أنا العين وأنت نورها أنا الشمس وأنت صفاؤها أنا الحب وأنت ملك أنا كاتب الشعر وأنت شاعرتها أنا الدنيا وأنت حارستها وأنا القلب وأنت نبضها وأنا الورد وأنت عطرها وأنت كاتب الشعر وأني تأقرأ. يسوي إلقاؤها وطبعا هم كم غدا دعوة حليثة خاتة ليندا صناطي كما إن شاء الله الصحة والعافية أكيد. طبعا بمخلا مخني إن شاء الله الصحة وعافية لا بس برد أخونا أخو برد خاثخ برد خاثخ بس تكل شمان عزيز التوخن أي خان الساخ إن شاء الله صحة وعافية طلوخن وطلي ودائما تويتن يعني دخل مخساخ سليم التن من جيان مون بالشفاء إن شاء الله يا رب يقوم بالسلامة حبي ليندا طبعا ليندا وذلا ضجة قاوت فيسبوك تبرس قالة كل داية كلناش دم صليتها تبرد خاثخ من سميرة توما سلامات هم يا وخشلة مرابة من كلام نواعم لدهك شكرا لكلي ليندا أنت من سيف شيفان إن شاء الله تكون بصحة وعافية يا الله وبرنادات السلامات والصحة والعافية yeah. أما هي لاي ما مندي حبيل الكل شما أنا دخل ببا
برا الخمندي كله سلامات سلامات. يلا ان وجيان شاء الله مونكم صحة الحمد وعافية. لله على سلامة بنتك رانيا. ثانك يو عزيزتي جيان. ثانك يو. طبعا خشون في الاتصال باش لان على الاتصال ده خشون دكتور باش لأمن ويا ريت بيوم مني ما ثلاث اذكر سيدي البنت اللي يلخ توتي واخا اكيد اكيد. دمرخ. الو الو مرحبا دكتور ستيفان. مرحبا مني مني رانيا. هلا وخاتي رانيا دي خيوت. بشينا دكتور دي خيوت دي خيلة صحة دوخ بقر أكيد كيفو صحة دوخ انت سمت اصلا دي خيوت بس خاتي مجيان. جنان دخيلة ولا خاتي جنان امي قدم تخبرخت دكتور ستيفان يا بشينا قدم تخبرخت جنان دخيوت دخيوت الحمد لله رندي وخ بهير برس قالك الداية بدقى لحلوية مريم ناطر اخو ناطر بتسقى لك الداية. شكرا شكرا. طبعا مشتاقين المعلومات دي الدبيا ودي طالن ايه كليثة كفتلة شبسة فتلة وغدا كليثة كبيرة حليثة كبيرة مناش مستفد لمن معلومات قيمة تكم يا ودي خاصة مغزيلو خي العلاقة بين الصحة وميل كثير وقاوت انقاليون قديشة صح ايثن كبيرة ناشق قليلة لك هذه مهيئة ما ايثن فايد دهت بثاخة كبيرة ان شماءن كبيرة من اخنا نهر انن انه ما ايثن بكتابة قديشة وميلة بصحة او امر صاخوثة ادناش ف ومها الطرق السليمة اللي خائبة متبع لي فقانق بسمت الان معلومات بمخلخ ارتقائق ددع وحليثة تكل شماءن تكل خزيانا انه اتخن اي بقرة دكتور ستيفان يابشينا بقواخن بس متصل بقاون واكيد دكتور ستيفان لك مقصر من نوخن. صحيح دكتور ستيفان مريم عطيرة كما قسمت دهك بخم كملو خيات موضوع ديان انه نساخوثة ديخ بريرا قبتناش ديخ ايبن انه نبلغ لمنن اتنساخوثة صح فان اي بخم كملتن بين مواضيع ما يخالف جنان بس قم شاروخ خرزة ديان بس اكيد نديون اقارة بابا نشميانا ومشاروخ بلا بابا نشميانا كي يخلق كل اي اقارة لان ايتي وت كل اي خاي بشكل خشمه لان كم يوتن برونوخ خيداية برونوخ حبيوة تبيا ولا نخاي وتنروخ تكوت منا نمليلا نديو الا نخبر اكثر منه ومبارك لنا ومقادش لنا ومباسم لنا يخصني قد مبسمتا بروخة وبديانة وطغرة وطالوك يا وكل لي قارة بشمت بابا برونا رفتش آمين آمين. أوكي إيمان تكيبوت إن محملتن إيدي كليت محملتن إيدي فأنا محسن وناوي لو كن خبو قارية ناوي لو كن يعني مزيت المحكيتا كليت محملتن إيدي بلا. احنا المحكي لنا محكي ولنا اخر مره ايه نقل دويره محكي ولنا ميلي اسباب المرض نعم بلا ومحكي ولنا بانه مرض اويوار لان خطيتها غير الحزمه محكي لنا قاوة صح وبعدين مامي ورا ميران خطيتها ما ولا سيرا طلعت من ديان البرناشة برناشة طلعت تصل برناشة روخنايا تروخة او اسوال روخة كان من نابلوة وبرناشة تقيانة وكان قديشة كان باين قاود قاود جهنة ميوارا بانه قيانة لقاود جمة ومحكي وانا بانه ادمية تدروخة وادمن دي دبريل قاود قيانة كتايش قريب قاود انجليزي مانفستيشن العربي كامل تجسد يعني أز مرض دبريل بروخة ودبريل دقيانك متجسد داو الطغرة بلا وخني كيدو خحاسيس الطغرة كيدو خليم إلي إتن إلى إلى غزيثة وشميثة و تذوق يعني طمأتها وإتن قيحتها لمس القارخ له أو أي طغرة نعيتي له وإتن الشم خمشة من ديان كاو زي احاسيس قشمة برناشة برناشة اديو دك جاي الى الطغرة لان خازية المرض قاعد الطغرة ومي ورا نحن اطباء محكي لي القيانة ودخت مرة قيانة ومحكي لي طغرة علاج جديد لان خازوخ له خازوخ راحوا قناخ الشلة خازوخ له دي الشلة
خاكت كاون جيضة كيدو في الجهية عدلت أنا أطباء لا محتي لي المندير وخنايا بس أنا بنا خمدي خمشة وتشئي بكسوان تكون كتوي لي أطباء دي لي دكتورة تكون كتوي لي كل لي قداري الآلهة بلا يعني ليس نخام النهم لكميسة خمدي من كتابة قديشة تد داوت إثبات المنديان تعود لي بلد. طيب فاخني ما واران ميران ميران مرض روخنايا واو بريلا انفصال من حالها يعني بريشلن من حالها سبب دخطيسة محتي ولا المرض دقيانة دقيانة بس كده خدت دقائق محتوخ مندي كنت كم خروخة بصورة القاروخة انويت انويت يا انتويشن بالانجليزي وبعدين ضمير البرناشة عليها سمحت اجاود انويت البرناشة وعليها سمحت اجاود ضمير البرناشة قلت محكوك مندي روخة كنت محكوك المندي ديلو جيانا محكوك بالانجليزي قاريلا سيلف يعني شخصية البرناشة كونشس البرناشة اوكي بيرسوناليتي شخصية البرناشة يعني انا كديون كل خاك عمر يعني كممرتي كنت محكي لك محكيتك كممرتي ان ريالتي ليوت ليوت ممرتي بس محكيتك كممرالة ما ممريلة لا ممريلة طغرة ممريلة جيانة دي لما هذه لها بيرسوناليتي وبعدين يعني جيانة كنت محكو خلاها الى دماغ البرناشة الى عقل البرناشة الى لب البرناشة بكاريل مثلا emotion feeling و existence يعني أنا إيون إيون ومحكي وأنا نخنام بأنه إيثن تقريبا 8000 أمراض إلي معروفة أطباء دي ويفتح خلنا كمي أبحاث خلنا بس أخنام تحملوا قلت من دي وميرا إيثن تقريبا اشتالت مرأة كيدي ميلي و 95% مني أنك رجالة الدكتور قاري الأوتو أميون ديزيز ومي وران حكمة مني مثلا إلى لوبس إلى روماتويد إلى كرونز إلى رجالة الدكتور كامرة إلى الأوتو أميون ديزيز الأوتو أميون ديزيز يعني إلى الخمين دي أميون سيستم كاوز له لكن علاج طالي وكوي لك خا علاج تكله كبيرة مني معنزة ميل تشخيص ميل من دي وكويلك درمانة تأد من دي طيب محكي ولا نخنا الديانة دخلت مرة ديانة دخلت مرة ميرا نروخة دخ مريلة دخ طيفة ديانة دخلت مرة مرة قاعدة ستريس ميوران وبانزايتي ودبريشن ومحكي ولا نحكي تحلوتة ويما ميرا ستريس لا أعرف تداريلو أوكي نعم. بس ده مش كيوالا يعني ستريس ما كاوز البرناشة يعني ستريس دي لضغط خاير ضغط عائلة ضغط شولة ضغط دي بلاطة من أطرد دي بلطلن وفيلن ومن ديانا المن دي لعبت كاوز مشاكل نفسية كاوز برناشة مو بس كاوز مشاكل نفسية كاوز مشاكل يعني خروي بيسة يعني حتى بين علاقة بين جورا وبختة بين بابا وبنونة يما وبناتة إلى آخره فميرا الستريس لا أعرف أو نمحك الجاوة أو لطلبت خأرخة تبسمة جاوة مشان هذا الستريس المندي قارير جاوة الإنجليزي anxiety anxiety تعيش قلق رابع anxiety دخل تعيش كتاو تعيش الستريس فولي يخالف لك أو عدولة بعد تدهور أو يخالف من ديانة إلى آخره لا أردت أنزاية تيك بعد ديبريشن وديبريشن تحفرت الجيانو تيشت مون غلط مون طوي الجيانو ليبخ لقب التشانش بمحكي منه بورت الديتا عصبي لازل شولة عصبي بعدين خازوخ يعني برسنتج ناش الديبريشن خاصة كنت كاوي جوان خوكا ماتا زورة خازوك معقيسا يعني سويسايد قتل جنين إلى آخره طيب مشكي وانا الآن من دي أنا أو بعدين داخل ولا نحن خمن دي مي وران مشكي ولا نحن من الـ pH level مشكي ولا ندخي برناشة بويا بتخاية خا
خاية صحية، يعني داو نظيفة من توكسنز إلي من خلان لا طاولة وإدي أخذن كده كلية خلاندية دي لي دي ودين إدي لي تجارية أغلبية تجارية حكومة جارية قوانين معينة تاني معامل تدرخشي قوين بس القوانين دي لي دي ودين خلانا لي MSG لي يعني دي عادتز ومعادتز ومن ديانا سكريات وما سكريات فبمرور الزمن أدي خل عندي يخبي خليه نخني ود environment يعني أدي بي أدي يخبي خايا قاوة إلى مأثورة إلى مأذوية ديانا وبغرة بغرة بغرة صح ليلى فأخنا ما ميران كيف خخني بي ايج لفل دي أدي ميران يمكنه يوم ميران إلى potence hydrogen يعني the power of hydrogen قاود طغرة برناشة يعني شالد هيدروجين كنت كوروخ قاود غازات ومن ديانو element فما قيل خالد هيدروجين قاود دموة نوية PhD ميران بين 7.35 to 7.45 كاو وشمة برناشة أو طغرة برناشة أو دمة برناشة كاو ألكالين وميرا خاية بحكيها حلوثة ويوم ميرا 7 إلى 8 بأنه مايا إلى ألكالين. فده تنحنا تريمن دي يعني تن يخلان التخلق لي قابيل تجمع السدر ونفذ بك من السخلة هم كاود لتطغرة ودمع السدر. وبعدين بعدين المجال المحكوخ كبيرة أكسجين دلتا وت طغرة برناشة وكبيرة هيدروجين اللي طغرة برناشة إيتن من ديانا محكوك قويهن ومتمنى لو دخلة دراسية يعني خزيانا نحبيونا ويبشمع ننذكر وخنيوك وشخلوك محكوك بلوشان يعني عام حماية على مدى أيضا مستفيدو بالحلقة بلي عفو دكتور ولا أخذنا تقريبا حملوا لكن نتوقع نزيبت الجنان ورعاني العفو يا العفو دكتور ما يرغدها بالنسبة للإخالة التأثير نفسيا بمرخلب عربي وجسديا يعني جيانة وبغرة ميل تأثير الإخالة الجيان العفو الجيانة يعني نفسيا ايه غزيدة غزيدة احنا يخصنيك قاود تغرب برناشة يخصنيك الفيتامينز القريبة ومينرالز وامينو أسيد نعم عدن وفيتامينات لا تدخل شرح ديهن بيش كبيرة دماغ ديهن دماغ برناشة يب التاية الانزيمز والبروتينز ومن ديانا كنقلي لي كريات الدم الحمر لما نحن نويما كنقلي أكسجين وكنقلي لي كلي أندي خلانا تطغر البرناشة ليلا؟ نعم سو احنا نتن دورة دموية كبرى ودورة دموية صغرى داود قشمة برناشة كد ان كريات الدم الحمر المشكلة او يوم ميران دمى اتمن قسم كريات دم حمر كريات دم بيض التن وتن بليتلتس وتن بلازما بلا ان كريات الدم الحمر شو ليهن عائلة شو ليهن شقلي اكسجين وشكلي نيوترينتس القارئ يعني نيوترينتس إلى مجموعة فيتامينز إلى كلمة فائدة إخالة فيتامينز ومنرولز ومينو أسيدز إلى آخره فشكلي أني نيوترينتس كمنطي لي البغرة كلها التيشيوز وكمنطي لي الدماغ أوكي ودماغ إت من ديان دي إت يفنصرن إلى أدرين إلى إت أدمن دي يعني على مود دماغ البرناشة تعيش ستابلايز إت نيوروترانسميترز نيوروترانسميترز ميرة إلى إخوات أجباك كهربائية أنا كل إت المايلين شيت داو الدماغ إلى المادة الاسفنجية بكوري أنا نيوروترانسميترز داو فدماغ البرناشة كمتغذى الأن كريات الدم الحمر ليلا؟ نعم. فأن كريات الدم الحمر كنقلي هذه خالة الدماغ كد دماغ ليل بشقالة إخالة كافية أو إخالة صحي دماغ ما زي داود دماغ كم شادر يعصب
spinal cord. اوكي okay, جهاز ال the spinal cord. وبعدين تعيش تحت ضغط. كنت تعيش تحت ضغط إيثن إيثن تري غدة زورة في ذي الكيدنيز يعني بطارق حلوية له بس كما ويران كما الشعب لنا من ديان قاود تغرب برناشا إيثن أدرينا لقوان في ذي الليل من كيدنيز أني ما كود يعني كود يندوس كورتيزون يعني ما يعني قداري كما نطي أو قبيزي أو قداري كورتيزون داود دمت برناشة تدمون ثقلة تدماغ لبعر جلطة بعدين برناشة ما كان متحمل مثلا that's why مثلا في رجال برناشة جابت دكتور كامل تخصور تغذية من الزمن خاصة داو مثلا برناشة at childhood يعني كنت كاودها هوية وبرواية مهمني الكبير أن يخلانيهن دواء كافية على مود بلوغ الطفل أو بلوغ البرناشة دواء يعني صحي لا سبب يتن كبيرة بلدان بعلم أديو they suffer from قاريلابيل نيوتريشن يعني لتي خالة ولتي من ديانا نعم فأدمن دي الببراية قاو الدماء أكل بم خيخي ما ميران ميران يعني لقاو الدماء ليلا ده كدما ليه لما سوق عني نيوترينت في الدماغ وميران دم ما خك عايش كريات دم الحمر تعيش حوالي 120 يوم قاعد طهر البرناشة يعني كل ليكم متبرناشة كم شخص بدك تعيش حتى 120 يوم سو الدم متبرناشة سيل قاريلا ريد سيل ليلا سيل دكتور ألو العفو دكتور قد بشمعين قبل ما تفضلي إذا ناخذ خبو قارم كما pH does pH affect on depression and how of course ده بعده خلنا نلا أبدأ دخل القامة of course pH level it's a huge effect ال depression برناشة لأن pH level برناشة إلى ريسا قاود نيوترينس البرناشة لا ونيوترينس البرناشة pH level ليه بكيش alkaline يعني وكأنه دان مخلصة برناشة من ديان أسدك pH دي يخبكيش أسيدوسس المخلصة برناشة من ديان alkaline محكوظ قوين دوم البرناشة فايش alkaline ليه اعتيادي يعني أي بس جواب أخونا أو خاتن إليهم بقارة. فكد دم البرناشة في عشاء أتدوس في عشاء سدك ما زيل ذارة زيل غضاري في المفاصل من خيلي دماغ لك تعلم عدولة جسم البرناشة لك تعلم عدولة كلا لك عويبة طرحة من ديان وفضلات يعني قشمة قشمة لك رافش عدولة قصدخ قش ما نقدر نعمل يعني بعرفني ستونز سو ان من ديان كنت قايم برناشا في كل صباح وبعدين انا ممكن بيش يسوى بيش قاود بتاع قاوي كنت قايمت من كل الصباح وبعدين انا يتليب غلاف قيمت ليب غلاف حركة فالتخمرة قاود لشد مرة نازلة وتتخل ستريس والتخمرة ويخالوا خليل عدولة of course I تحصره بخي كورنر about depression صحيح. I hope يعني نجوب لي صورة بسيطة وسريعة. بس مجانوخ دكتور كبخ بس ما تخرج شمائن عندك بوتون تاولو خنبوقارة تكثبوتن يطالن بفيسبوك أو انكبوتن تمخبروتن أو متصلوتن قاون ياريت بس بوقارة ديوخن تاوي بكريوثة لأن وقت ديان أصلا كريالة وكبخ أكثر يعني ناشد تاوي بعد أن تصلي كلية تتحصلي الجواب بوقارة دي وبس مجانوخن تفضل دكتور طيب فميران كريات دم الحمر كعيشي تقريبا أمو سري يمات أمو سري يمات دم كلها كنباز البرناشة هاي من ناحية كريات دم الحمر كريات الدم البيض كعيشي بين تتيش باتة الطلش باتة قاود طغر البرناشة بعدين تن بليكلس يعني خيهني لا لايف سبان دياني لا طري ماتة سواني كمشخلتي وبعدين تن مثلا ميشمي تن ريد بلد سيلز
هذه اللي يقرأ أدب الحمر اكتشي منتجة كلهم قاود بون ميرا وبعدين أيضا كوريا دم البيض كبيرة منهن اكتشي انتاج ديان كاو قاود لنف نوبس محكو قاوة بعدين بلا ومنهن كاو يهمينا قاود بون ميرا فناوي داخلا نتني خالة وإخالة ليل عدولة ويختحت السترس وبلخو كبيرة ودماغ ليل بشقالة كيساية من النيوترينت تدراخش عدولة very simple يعني خالة ليل عدولة مخلنة دماغ مثلا كل يوم كربوهيدرات يوم كله وبعدين تيشي شنة شاسة ستة طلاب كداو عمره زورة جوانقة وخماسة لقدر يبالة مخلي أي مني بس من عبارة شاسة طلافي طلافي وخمشة طلافي خازت أغرض برناشك تايش داوي شخلات نعم خاصة مثلا نويا 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 بختة مثل عجاية وبودة ومن ديانا فتريخ التايش كبيرة سو كدانا ليون المخولي تدمغ دي تنخنا نريد سيلت أنا ريد سيلت تي نيوكلوز قويهن أوكي أنا ريد سيلت أخنا محكيوان قويهن كرية الدم الحمر ميران لازم داوي على شكل دونات وداوي شاوث مع ليل وداوي راوند يعني دكاترة ذهب بقرن 21 بشلي كبيرة تي معلومات لازم دي لكن بأيام سابقة ولدي يعني بشكل عينة من دمه وخيري داوة تحت المجهر تحت المجهر وخازي بأنه هل دمه يلصحي يعني أو صحي وحتى من ألوان الدمه يعني دكاترة خاصة دي الإبلاب ثاني ماشمي تكنيشنز ومن ديانة لفلي كد خازير تدم رنجة دي لون دي يعني بنفسجي كان يروخ آي دم إيب أكسجين كد خازير قينة كبيرة يعني دم مشمي تخين كان يروخ آي دم بلا أكسجين يعني أنا جدك تلخي قاود صحة فهمينة من دي لين وير يقاوي ويلي تريند ويلي دريس ويلي من ديانة فأول ما دخاير بدم كيافي مثلا دم ما إيبه ما أمراض إيبه فعلى الأساس بر جزء من التشخيص أو تشخيص دم البرناشة فكريات الدم الحمر كد ليلة صحية وإلى ديوالة إخالة لشة لشة البرناشة ميلة لشة البرناشة عبارة عن بواري وإيبه إيبه طبات إيبه إيبه رومز ليلة داخلنا مكبخ شاتخ مايا مايا ملوث يعني مايا أو شختانة إذا بيتايا بواري أخني كد ما بجيبا لش داربل قاود غلاس يو بشتايا مايا شختان نفس من دي دمى كد يلم منطوي أني خلان تاني أورجان وإخالان غير صحي فمالتي ريحني أن نستلمي إخالة غير صحي سو نيل كلا ونيل كبت اوكي نحكي بعدين الجهاز الهضمي بلا نيل كبد كبد المحطة كلها يعني نيوترينتس ومن ديانا وقاود مشمي قداري لي قاود جلاند وجلاند قداري لي قاود استانك يعني انزيم ومنزيم نعم وبعدين تبري عملية الهضم سو من الزمن من الزمن ان يخالي ليل عدولة وشتاي ليل عدولة بعد تأثير مو بس الدماغ تراكمات بقدر قاو كناخل under stress و anxiety و depression بعدين خزي الدماغ البرناشة إلا متجسد لقاو الطغر البرناشة نعم دخيك متجسد ما دي بشقالة دماغي لما انطوية organs اللي مرة ايت كمية وتي هذا خانا من دواله خالة يعني انا نحطيت صورة بسيطة يعني does that make sense هل ادمن دي واضحة هي؟ إيه. اتخبوا قارخنا يا كملوا خلاص مدي. بس كمان بقرن ولو خي لأنه آخر من بقارة الأدرينال دي لغدة الصماء. إنه موضح حتى خاصة تناش أو إعزك يا والد دماغ قاود إخالة قاود يعني نتريشن إنه إذن كبيرة قاعد تناش كوي بخالة ما قد كخلي كم يخلن بس هروخ كبينة. بس يثن من ناي مثلا من كخلي إخالة صحي من دي آي هم انت يعني انت أورجانيك غدا خيار تغدا طماطم مع غدا فقادو خابا خلا بساوة صح فخاد ياذا
انه ديخ كاثيا اموخ فكرة الشبع جابت ناشا او يثمني كتوي من كاوي بخالة بنجازة مندي كاوي ببلقة ليل عملية هضم اخا بس يثمني لا قاود كل اخلتا مثلا كتوي كنقزيلة او مندي خا السرقاي اشتا سرقاي فمثلا ان اعازات كثير عن طريقة هضم عن طريق نوعية الاكل او النفسية قاثة ناشا من كاخل تيجي انحك مختلفة اكيد من كاوتي وامت ناشو كوبك خاكو بخالة فان اي بخم واضح حتى اتمندي دكتور اوكي وين اخذ عملية الهضم نحكم بهضم خلصات اوكي لان مهم الهضم نعم مهم له اكيد وبعدين بدارو خلي خالة لان نعم. مهم الزاوية خالة صحي على مدبار هضم ايه اول ما يعني جهاز الهضمي واضح يعني الجهاز الهضمي بعد من كم البرناشة اكيد من كاس البرناشة من من ان ما قال الغدد اللعابية أكيد دكفرزي جاود كما من ديانا على مدة مساعدة هضم so أنا على مد يعني داو بغري أخني خم حكوي دها مدواي بغري لا مبرايا لأن من دي دكاو دواي بعدين اكبالت برايا مثلا example مثلا psoriasis eczema حتى allergies أنا من ديانا بغري فأخنا مثلاً ده سيري خالة قام دارني خالة يسمني كثيرة مهم داود برناشة يجوز نقدر ختخمن تقاوي مثلاً كاكد برناشة كاكد برناشة كثيرة علاقة داود توكسنز داود من ديان سامة ديوت المأورة داود لشو مثلاً نتوخ كاك أخنا ببداية الجهاز الهضمي فبادوخلي يعني من رئيسة برناشة ليلة فمثلاً كاك مثلاً دواء صحية أو مثلاً كاك دواء كريو أو كاك مثلاً دواء فيلم دية دواء مثلاً بلاتين ألمنيوم لك يظنها دهوة ألمنديانا ألمنديان ما كوذي ألمنديانا قدار هي توكسنز دواء ذيش البرناشة أكيد مثلاً دانا مثلاً كاكل في المريض وفي الجيب الدكتور إلى كلش مهمة أن نحكى بأنه أوكي دخل الحالة الصحية تكاكو لسه ديو دخيلة مهمة إلى ناوي مثلا فيلرز قبل 10 سنين 15 سنة أني خاصة أني فيلرز بخزيتها دي لي 30 وما 30 من ذكطانتها هاي خوص الدايكا وكلها خريوة فكنت كاوي كاك تميل بما رخني كاكي كاكي إلي متصلين داود نيرف سيستم نيرف سيستم لازلو خاصة كاو كاكي في المرأة كلية فغرة كاو بمرأة زين أون كاكي الناقة الزورة زين عجل فغرة إلي بمرأة وده دراسات حديثة كبيرة دي لينك يعني كودي تواصل بين كاكي برناشة ومشاكل كاكي برناشة داود أرثورايتس داود مرض خاصة داود مرض إيدا كبيرة من دي أنا بالمستقبل إذا بش محكو قوي so, جهاز الهضمي بعد من كاكت برناشة من لفت برناشة لازم داوي كلش مهمة أوكي فدكاترة دستان يعني كميلو كميلو لازم تفرش تطلع داي بيوما لازم صلح الكاسوخ لازم إلى آخره وده بغرغرة إلى آخره so, كنت كميتنا تاي خالة وقدارنا داود كمي يعني بداية تاي خالة أنا داود كمي الكلش امبورتنت لدى لنا الكبيرة أنا حاية كمخلص سورة يعني داو الأستا لأسنة تاي خالة لأسنة أي سنة كبيرة من ناشا يعني داو إخالة سائل داو بيخالة إخالة ويشة لازم داو إخالة بش ليكويدي داو بش رطب أو بش ركيخة داو يبنايا لتسهيل عملية الهضم أيضا نعم دكتور دكتور عربي تفضلي سوري ولكم قطنا محكيثوخ بس أموري كالآسة إخالة أيثن دراسات كمي يعني خائس سرقاي اشتا سرقاي خاد بانا إنه تلا أسلة مندي بيش طقالة تصحتح مما خاء أموخ بلا أسلة تتل أسياثو قبالة خاء أيثن ناش صحنا خزرة صحنا مندي ياوي. لا لا هر دراسة يعني إيثن تريمن دي أنا قارية كومن سنس إيثن كومن سنس قاود موضوع نو يبي خالة ساندويتش مثلا ولحمة داو قوية بلا يعني كومن سنس كامر لازم تلا ستة نو يبي خالة مثلا رز مراقلة مندي
بلا ست بس الأسدية هو أقل من خسرة. إيه طبعا لأن مثلا ذا خسرة كنت بلدت يود بيوت جاي بدرايا ضغط انت معدة المعدة دي يأخذون شولة مش كبيرة. إيه صحيح، بس قصدي يعني انه الماده اللعابيه تدقول امه إخالة بشكل طاوه، لان كمي مثلا ما قد خد لأس ايه اموخ ايه لقمه دك بيش بكمك بيش هم شخنته وكانه كبشله فما دخل 100% ايه وكتوره وكتوره اكيد ايه بيش مديان زورة ايه فلهذا كمي يعني كاك برناش ليلة معدته كاك اولي بكمه فأي خالة يعني مرحلة الأولى إذن كبيرة مني كم يهر يعني بلوخ معدة آية بشقلة شو لح نبلة كل من دي بدو كثير بس أخو بالعكس أخو تمسهولة حتى معدة يعني أكيد خاطر أكيد لازم هذا يا. يعني أنا رأيي بمنك أنا جيبي كمة وكاكة إلى المعدة الأولى صحيح. أكيد إيه يعني مهم كنت عايز البلد يعني you have to be careful بخلي لخانقل يعني ذاك أوي مثلاً بنونا مثلاً في يوم من التيبل كذي خاله إلا رأساً مش إلا الكمخلة يعني هذي على كيف الغل خاصة كنت كأي خاله بسيمة يعني common sense نعم إيه عدلت له يعني استعجال خاصة استعجال التعليلة صح أستاذ همن يتناخ أبو قارخن بس شد مكملوخ أي التناث دي تود بمعرأي بحس جهاز هضمي بطر داخل بقرخ له إذا ترى أبو قار خاصة تفضل. اوكي ني لي بوكار تي الى الموضوع دي يعني انا بدي ابوخ لك بس الى خلنا مواضيع مكمله ايه خلنا مواضيع علي شدها اورقه والجهاز الهضمي نعم اوكي بعدين ابي خالدي وخخني بالآسة بلى اجزال اعتقد بعربي يمكن قاريل المريء او الاثني عشر اليوم متاكد من الاسم العربي قاريل الانجليزي سوفيكس نعم يعني بالعوم البرناشي سوفيكس فكآور إلا وبعدين هيك زال الستامك دي لمعدة برناشة نعم ليلا؟ نعم هي دكتور فقاود معدة برناشة داخنا أغذي دان إنما حكيت مثلا من ناش دارسين بي ايج لفل مثلا كيف تتما حكيت من ناش دي لدارسين كامي روخ بصلا باقيلوخ بقارة دامي روخ دخل متاعي بي ايج لفل لازم دويا بشم سبعة مع العلم قاود ستومك يعني قاود معدة برناشة قاود ستومك برناشة pH level إلى السدك يعني إلى بين واحد وثلاثة أو مثلا بالمجاري البولية إلى بين إلى بين خمسة وستة أو خمسة وسبعة وستة ونص إلى آخره ف عليها شو حتى شو ما البيضة الطريقة زي بالنسبة للمعدة معدة لو يا السديتي دي واقع عالي ليه بدو عملية هضم ايه فعلا فعلا اوكي يعني. بس احني كدي يخم محكوية كدي يخم محكوية احني طغر البرناشة دي لسبعة وعليل نعم الكلاين يخم محكوية كلية طغر البرناشة بجمة برناشة ايه زي فبعدين مثلا فيلا قابل ستامك ستامك بخالة كم وضلة طحن تايخ على كم طخنا له كم مودالة اتنخني ان اورجنز يعني ان اعضاء تلخي قاود عملية الدايجستيف سيستم دي لدهضم اتن مثلا ليفري له اوكي بس كده ندمني على مود تشرح حقلي اتن جول بلادر طلطة من ليفر كودا مرارة انزيم قاود قاود ستومك دي مرارة معدة وإتن لارج انتستاين دي سمول انتستاين بعدين إتن لارج انتستاين وإتن ريكتم وتنامس إلى آخره نعم أي كنت درسخ جهاز الهضمي فإتن ليفر ما نيران نيران ليفر المحطة ليفر إلي محطة كل النيوترينز البرناشة بلى ليلا؟ نعم فليفر ما كاوب ليفر produces bile يعني اكسانع اكسانع bile سوري ذكي ذن bile دي اللي هي المادة الصفراء تفضلي المادة الصفراء دي مرارة المادة الصفراء اوكي؟ نعم المادة الصفراء ايكا داريلا جول بلادر اوكي؟ كيس وجول بلادر ايكا كودالا انديوز قاود ما قاود استان قطرة لقطر فالبرية عملية الهضم نعم ليلا هذا؟
صحيح. يعني واضح يوف بس الموضوع عندي بسيط له. بلي. نعم. طيب بعدين اد اخاله زال السمول انتستاين هدي الى امعاء الغليظه. دقيقه, دقيقة يعني. زور. جهاز الهضمي باي ذا واي يعني جهاز الهضمي طولي تقريبا 26 27 فيت يعني ده انا نمخل قاود قاود ميشن قاود امتار يل اولموست 8 امتار طولي يعني خاله في دوره كم والولد بدل المخرج البواه تقريبا 26 27 فوت للجهاز الهضمي. فتكاور المراحل ويردها السمول انتستاين من السمول انتستاين تلطي شعيرات قارف لي كابيلاريز شعيرات من شعيرات ما كاود ما كود السمول انتستاين دفع علي كاود دم يعني نيوترينت اوكي هذه السميقه برناشا بشقلاله وأدليل مفيد دفعة ثمانية هيك دفعة لارج انتستاين. نعم. واضح إذا بعدين لارج انتستاين إذا ثلاث أقسام. إيه. إذا ديسندينج القارلة وإذا إذا مشمة إذا ترانسفيرس قارلة وإذا إذا سندينج ترانسفيرس إذا ديسندينج وبعدين إذا ركتم متعانس وقاود لارج انتستاين تن صفحة اللي لنا من برناشة تن من دي قارلة تندل قاروخ للزائدة الدودية أعتقد قاود نعم دول عربية صح. طيب فده احنا دمه شقل أني خلانا ليلا نعم ده باتو اخنا ده باتو اخنا ميل شولد بانكرياس ليلا نعم يعني محكي لهم من دي بسيط على الجول بلادر جول بلادر الى الى باي الى بايل دكت يعني كيسه دي تحاول ماده صفراء يقدر يلا قاود استمك واستمك ولا طحن نعم. بس دعني شو للتانكر يعني اخر مشكله ودعنا يعني ادمن ديك بخدمه حكوك لتناش خاصه للتي مرض السكر او مرض السكر اذا قايله دايابيتس الى اذا 20 الى 2 الى ذاك بين بلطي خلنا 3 انا جبت مرض السكري نعم مشكله ذات نخني تانكرياس هذه خاله فيلا ني لي خاله كربوهيدرات يعني خاله الى نشا نعم للنشا هذه خاله كدي النشا كود يغضب إلى مطلوطة السمك بوالية small intestine إلى دوارة جاو الدمة أوكي كـ liquid ليلة فنيلنشا نيلنشا إلى كل سكريات عدلت أنا ليلة نعم. فميل ببرايا أدنشا إلى دوارة جاو الدمة ميل جوارة دا جاو الدمة إلى مسوق معها سكر الدمة ليلة عدلت عدلت دعية تتخ liquid جاو الجلاس ودري لك شكر جاو يدخل بايش حلوية اش حلوية واضح يعني نفس من دي الدمة برناشة في البشقالة يخالة ما نوعي خالة البشقالة ان السكري درجة السكر قاوة الدمة زيادة زي البنكرياس ما يشو لا ما هو ده توازن البنكرياس محل العفو لا 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 مكمل اوكي لكن معي خلنا اخني امكمله لا لا بالعكس حلوية محكمل اوكي طيب بنكرياس ما كذا بانكرياس الميزان كذا خزية دم برناشة سكر دي ثقلة ما كذا كذا induce insulin انسولين قارق له لا انسولين انسولين بالعربي ما كذا قدر يا انسولين قاو الدم على مدونة بالانس لو ده بالانس بعد البرناشة جلطة صح لا او بعد الاتلاف كبيرة من ديانة تلاف كلى تلاف ليفر تلاف أعضاء كبيرة نعم. من الزمن يعني زي سكر عالي كاميرا سكر عالي قاي سكر عالي من الزمن خالك مخلنا أوكي ما هو ذي وذي المشكلة قاود بانكرياس دي يعني إديو لا ليفر دي اللي بتلاخ عجولة نعم ولا بانكرياس جول بلاجر دي اللي بتلاخ عجولة نعم فما يكون فانكرياس ذا فانكرياس ما يكون قدر هي انسولين قاود الدمة تدودها بالانس بلا ليه العرق تدودها بالانس قاود سكر قاود الدمة
طيب ذا المريض الدكتور مثلا القيس مشادير الفحص الجمة بحسب قرار الدكتور مثلا كان في شبه تشخيص بأنه ملي أعراض المريض فعلى مدناك بأنه تشخيص دي هي العدولة دكتور فكي مشادير تماها تفحص الجمة كان يرسي فحص الجمة ومن فحص الجمة تفحصي الغدة ثايرويد وهايبر ثايرويد اوكي طبعا هم ثايرويد له علاقة قال الجهاز الهضمي محفوظ قال احنا اوكي دي على شكل فراشة دي خوت رقبة يعني قال بلعوم مختل مثل بيرا ثايرويد دي تقريبا بين عربي الثاني تشي بيهايند يعني هم انا قدري من ديانا كان محفوظ قويهم على مود تبن سهلي هضمه من ديانا إلى آخره. طيب، so تناخن بانكرياس زهرة، إنه يبى تلاقى عدولة بانكرياس لتن مشكلة داود مرض السكري. لتن مشكلة إن بانكرياس تلاقى عدولة. طيب، ما قدوي خالي كربوهيدرات سكري، وأنا خذيت أغلبية الدكاترة كان يدخل يرفوسة ويدخل يرفوسة وبعثوا خلاخنا. تمام كامر هذا لأن برناشي الملتج يعني داخل سكريات وأخني خاصة يعني عما كلدايا وعما سورايا اللي تمحكي بلشان حلوية هاي دارا مايا كبيرة تميلو إيخالة حلوية يعني ما ديلا بقلاوة زلابيا من ديانا كخلوك لي رزة مثلا صمون لخمة تميلو خلان من ديانا هاني فأد مشكلة تكشف بغرض برناشة لا تكشف بغرض برناشة خير خلو تري واي this is يعني إلى a lifespan discipline يعني حياتي إلى إيما نقظهر هاي قظهر يعني قطلطة بوقت برناشة كل كراء وبعمرها فبزال الدكتور مغير فالدكتور التأرقام السكر ومن دي أنا حسب الجدول ميل انترناشنال يعني الأمريكان تأرقام فأنا أرقام now in between range قليلة كان يروح سكر دي طالع now outside the range now ثقة فدكتور ما كاود كتايش مجبور دكتور تبي يقول له درمانة أدرمان ما كاود كاود إنسولين يعني لأن فنتري الزهلية تلاحة عدولتا فما كاود دكتور كي يقول له حبابي تدو بي بروديوس إنسولين أو الأخنين كوري إنسولين قاو دمت برناشة على مدمها لبعض المشكلة مريض من ناحية ضغط طيلة من ناحية جلطة طيلة من ناحية إتلاف أعضاء أخرى قاو جسم قاو دشمت برناشة فنو مثلا دايابيديس 2 مثلا كيول بيول حبابي انثقل مثلا سكر بيدة كبيرة إيقا خازف لك حيلة تديوي له injections دي قاو دم خطافة كيولة إنسولين دكتور فمهمني لأخنا مثلا يدخ جهاز الهضمي دخ التعليق دكتور العفو بزالة اللارك انتستاين خازخ أمراض بكبار يقاود small intestine و large intestine إلي مثلا داري بيناش polyps وما polyps allergy ما allergy يعني لا سبب كمشغيلة كولوناسكا في كبيت خزي أمعاء ديهن دخي لي مايدي لتي مشاكل يعني دختمي قاود إنجليزي believe it or not كل إن من ديان دي لبراية الجهاز الهضمي إلي فود يعني يبن ميلو خلي بن دمو بس إلي فود allergy طبعا إتي علاقة قاود جينيريك سامي أنا دم حكو قاوة أغلبية ديهن إلي فود allergy نعم. يعني مثلا ما دي له كرونز ديزيز له ألسريتيف كولايتس له كولن ما كولن عن من دي أنا كلها علاقة أو ما نوع أي خالة تكفله نعم. so basically في صورة بسيطة أي الجهاز الهضمي تبرناشة نوع أي خالق مثلا نوع أي خالق أو كمان أوكي فخلوك مثلا أي خالة ذا السبب كاميرو دكاترة كاميرو أي خالق أو يركوت أو دابا من يعني أنا رأيي ميل قاود الموضوع فكنت ناخذ إخالة يركوتة قاود تغرض برناشة أوكي كنساعد استمك
تهضم سكر دم البرناشة لك دغدك قال الكربوهيدرات لقدر ضغط البنكرياس إذا لا وخاصة لو السكر مثلا فرضة السكر البنكرياس شو لليل دي وهذا عدولة كشاقل أيضا حبابي سكري وبعدين ستريس دي العالي اللي ستريس دي عالي نازل بارخنا لم يرى نحن ندرينا وزمان دي لي مثلثين مثلث الشكل يلي on top of the kidneys the current kidneys يعني ما زري داري زري داري فيش كورتيزون كد يلي بدراية كورتيزون بش كبيرة بش يلي مسوق سكر البرناشة بلا ليه هذا؟ نعم يعني أي بخصورة بسيطة أو بخصورة تقريبا شبه تفصيلية الجهاز الهضمي مثل بقارة شخلق له نعم دكتور بنكرياس من ما يروح من لك بلخة عدولة ما يلقصدخ مثلا من لك بلخة عدولة انه يعني جهازك عاطل او بارقه وحنسدادات او مثلا مها يعني غزيت هذا من الخمن دي داخلي تن 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 تنبوري المايا نعم كود المايا اللي بيتاي مدبوري طريقه كبخلة لازم يكون مشكله قاود بوري ليه هذا اكيد اخني ليه بقول ليه بمارة بنكرياسي عاطله بالكامل نعم اوكي يغ بمارة ليلة بصناعة ليلة بيوضع شو لحوة تتقميثة قصدك ليلة بيوضع إناف إنسولين نعم. تدوضع بالانس تسكر شد أموخ إيبن مثلا بطريقة معينة مداره بنكرياس تأوذ أموخ إنسولين دي خواب بقميثة أوكي أنا دم أنا بيون خرائي ويجوز يعني أطباء لك بتفقي جودة مني بلى بس أنا بيون رأيي جودة الموضوع نعم. أنا رأيي بأنه مرض السكري مرض السكري خلينا يعني قارئ المرض السكري إيه؟ مرض السكري إلى ديسبلين بيشمل المرض نعم يعني إلى إلى ميل ديسبلين يعني سوري يعني يعني برناشة دو خاضع للواقع مثلا زلي خطار ودريلي بقلاوة قامي أوكي وأنا في مشكلة خاصة بسكر اوكي يعني جزء من خلصة زرته بس تخلص من كبيرة يعني ديسبلين يعني في سيطرة لجياني نعم مرض السكري بالضبط لازم أنا لنسيطر اللي خالي اللي اشتاي لأن لم سيطر ده اللي لم يرى نخني نعم خواد ستريسي ايه. مرض السكري لم سيطر اللي لم سيطر لي صحيح بعدين بالأخير مازل دار كنت أنا نفل دايابيتيس 1 ما زيل دار زيل مسيطر لي السكري زيل بيشن مجبور دخل إخالة صحي صحيح رحوقة من منديان سكرية بجمع. أو يعني مينيمال منديان بيشن سكرية نعم. جود إخالة دي يعني بيشن إيجا مجبور فأنا ما عندي مرة عندي مرة تمام ما أصلا لمرحلة البيشن أنا مجبور تتخاين أن خاين قايلة أنا مثلا بد عمر دي يعني الحمد لله خالي بخلو صحي داري سمبل يعني كنت يبدي المرض دكتور وخل صحي يعني لن بضد الخاوة نيل محكوي من ديانا ديج من ديو نيل محكوي من ديانا تد ما إنه طالب فالدسبلين إلى الترويض أو إلى التعليم إلى التلمذة بيش ما دي المرض بلى العفو دكتور طبعا بالنسبة لك بيش المرض فما مريل مثلا زل زل برناشة وزل بخبل الدكتور كما يقول دار معنا السكر وبعدين السكر دائما يعني أغلبية لك أبدك يعني أنا دائما اطمح كنا بالطريقة سكر مرض السكري كاسد أخونا وخاسة كولوسترول دي كاسق وبلد بريشر دي كاسق دي ضغط الدم يعني يعني كذا يبغى يعني أدخل زيت إليك شخص درمان السكر دكتور كي يقول درمان كولسترول كي يقول درمان ضغط ضغط صح يعني واضح للأدمن دي بعدين لم سيطر المرض السكر يعني خذي أنا مرضى مثلا مرض السكري والدايبير كوان بس مثلا شربت كوكا كولا ومن دي أنا اعتيادي بشات خاب بشات تري مع العلم أنا طالة دي لي دي مثلا جيبوخني مثلا 10 اونس الى 8 اونس جيبوخن المحكوك مثلا 500 ملي لتر او اي تقريبا ما لا يقل عن 10 السبع مقميات السكر شكر فخازتني ولا داري بالها يعني داخل السكر
مليان سكريه، يا شاف الدرمان. العفو ف دكتور، العفو تفضلي. العفو دكتور، أخني محكي لندها ارتفاع السكر، إذا أخ أبو قارة نعم. ولمرة، ما هو سبب هبوط السكر في الدم؟ وكفارق بين قارة الضيف. وبختة؟ تفضل. يا هبوط السكر في الدم إلى سوء تغذية، نعم يجوز بقى جينيتيك نعم أو يجوز بقى مثلا low blood pressure. فمثلا احنا دكاترة مثلا كل خالص خالص مثلا بيجلهم فل نعم كثير من الدكاترة ما كذي كمية رأسا ولا يا عصير تفاح يا كمية خناسق سكر غيره، يعني إذا مسيطروا في الليل ناو نخيسة براجع برناشة بالأحرى ما كذي خنا كل برناشة كناخ الدجاج مثلا من مرض السكري من ديانا كمخلد مخ وما عليه أخلاط وغط على الدورة الدموية دي نعم كيف الخمن دي داو يعني حلوية مؤقت داو دا ارتفاع مش من سكر داوي، بس مشكلة انخفاض النت علاقة داود داود مش من داود ضغط الدم، علاقة داود إخالته دي، علاقة داود خيانته، علاقة مثلا او يا مخ محكوي باتيلوف دالت جاب الدكتور بعمر مثلا خاصة لي ناتشرال ميديسن دكتور بلى بعمر من الشفيت مثلا تريخ لفائل تار مايا نعم ويتشخن وي دونت ريكومند دي كبيره ثاني ما كو يعني ما في كل نيوتريانت من الاشياء ولا في شيء نيوتريانت قال الاشياء فما زي البار اوف كورس زي البار هبوط قال السكر واني كنت قابل هبوط السكر يعني كثيره من الدكاتره كان يعني يخالوا خاصه ولا بيشملوا اي هوب يعني اي كان جاوب دكتور وانت علاقه قوي الجينيريكس نعم أكيد أكيد أنا yeah. كيف محكوك الجينيريك تم محكوك yeah. قمت زلنا الجينيتيك تفضلي ما يرغدها انخفاض السكر إذا خبو قارة خلنا كمي إلا انخفاض الضغط تما كبار ذالا ارتفاع الضغط مهيل بس انخفاض الضغط قا كبار جابت خك مناشة إذ مرات هركاوي بعد زور يعني بعدين شباب وحال very important very important أكيد أخنا ما ميران ميران كلها علاقة طبعا جاو الدم البرناشة بلى أكيد جاو الدورة الدموية العفو دكتور العفو تفضلي الدكتور بس أثبو قارد خاف جنان بشوق خلي لأنه اتندها اتصال خاص خمان إيثن أمن تفضلي ثانك يو ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا مرحبا تفضل تحية تحية لراجل كلداني وتحية كبيرة للدكتور ستيفان على هذه المحاضرة القيمة المفيدة. شكرا جزيلا. عندي سؤال باختصار، شنو دور الطب البديل في معالجة مرض الكآبة النفسية اللي يسموه OCD؟ OCD. شكرا. اوكي. ما وصلنا للعلاج لكن خلينا نحكي بالعلاج. طبعا بس خمن دي اخنا كيف محكوخ عربي 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 داشت محكوخ بعربي اوكي مشكلة الامراض هسه اللي شخصوها امراض هواية لها اسماء هواية كل نوع مرض الاو سي دي اللي هو الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر لكن اكزاكتلي ما كميل قاود عربي بس علاقة قاود منتل هيلث يعني قاود عقل البرناشة وبعدين قاود يعني العفو دكتور عربي العفو العفو العربية بس بالعربي. بس مجانا انكبت اخني مترجم مخ يعني بكيف لا 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 نحكي بالعربي نحكي بالعربي بالعربي احنا نقول انا ماري ماشي قلت شو اسمه هو obsessive compulsive disorder له علاقه بالمنتل هيلث وبعدين المشاكل اللي تصير بالمنتل هيلث تقريبا كلها متساويه مثلا اذا الإنسان عنده OCD إلى علاقة بالسترس وإلى علاقة بالدبريشن الإنسان من يوقع تحت ضغوط
هذا الستريس وهذا الديبريشن ممكن يصير له مشكلة كبيرة بال 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 أو سي دي. أوكي، وبعدين القاصص ماله ديبريشن، ديبريشن معروف يعني بال أو سي دي، يعني إلى علاقة كلش بال بالأكل وبالشرب وبالنيوتريينتس وبال الانفايرمنت اللي تعيشه بالظروف اللي أنت وقعد بيها. نعم. أو دتوقع بيها. إذا هالظروف أنت ما تطلع منها، إذا كانت فكرياً أو إذا كانت جسدياً بالنيوتريينت، أنت ممكن توقع بهذا المرض. لكن ما هو العلاج؟ إحنا ممكن راح نحكي بعدين على العلاج إذا عندنا هوميوباثيك ميديسن وعندنا نيوتريينت وعندنا أشياء، بس راح نحكي على ككل إنسان بسيط كيف أنا أستطيع أن أكل صحي. عندما أنا أكل الأكل الصحي راح كثير من هذه الأمراض يا ينخفض مفعولها في جسدي أو جسد المريض، أو ممكن أكو هواية أمراض مثلا ممكن it will disappear. خاصة مثلا جبتي لي أخت كان عندها ابن، وهذا الابن كان يروح المدرسة وكان دايجنوز من ADHD. بعدين من شفت الطفل وحكينا وقعدنا وتكلمنا، يعني كان الأمر كلش سهولة. قلت لها غيري المدرسة مالها، كانت حتى الجريدز مالها كانت كلش ضعيفة، لكن الأم غيرت مجرى حياتها وغيرت الانفايرمنت مالها ودتها لمدرسة أكثر معروفة، وكان وقت عمره بلكي 7-8 سنين، كان حتى لا يستطيع أن يمسك الجهاز البولي ماله ذاك الوقت. لكن من ودته للمدرسة الثانية شوف الانفايرمنت تغيره، الناس تغيره، طريقة التعليم تغير. هذا الطفل من الدياجنوسيس الـ ADHD كان عنده اللي هو هايبر ديفيسيت شتمه ديس اوردر، هل شيء شوف الطفل حياته تقريبا تغيره، واليوم هو احسن بكثير من ما كان عليه سابقا. سو الاو تي دي له علاقه بالانفايرمنت، له علاقه بالاكل، له علاقه بالشغل، له علاقه بطبيعه البيت، له علاقه بانه انا ايش قد عندي ستريس في حياتي. وطبعا اكو اطباء يعطوك ادويه، واغلب هذه الادويه هي لتخميد او تبريد الدماغ بيسكلي. نعم. اي هوب اذا هو معانا الاخ اذا عنده موجود سؤال ثاني، لكن بعدين راح نحكي اكثر على الطب البديل وشنو العلاج بالطب البديل وش نعطي احنا بالطب البديل للوقايه. ما بدي نستخدم اكثر علاج للوقايه اكثر مما هو علاج. نعم. شكرا جزيلا دكتور، تسلم الله يخليك. يعني هسه العقيده الجويه اذا وطبعا تعرف انت تسال هذا السؤال، لابد انت تعرف هذا المرض الى علاقه جدا 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 بالستريس وانزايتي اند ديبرشن. والستريس وانزايتي اند ديبرشن الى ابعاد، الى ابعاد روحيه، الى ابعاد نفسيه، والى ابعاد جسديه. صح. نعم. شكرا جزيلا. عندك اي سؤال ثاني يعني فيل فري ممكن تخابرني بعد الحلقه. ممكن تشرح الايام المقبله. نعم. ممكن في معالجه مرض الصدفيه الجلدي سورايسيس ينفع الطب البديل؟ السورايسيس نعم نعم. شنو السؤال العفو لان ما سمعته بالكامل؟ هل الطب البديل ينفع في معالجه مرض الصدفيه الجلدي اللي هو السورايسيس؟ المرض الصدفية الجلدي. أوكي. كمعالجة نفسية، كمعالجة بالطب البديل، عفوا كطب البديل يعني. السورايسيس مشكلة جلدية. هو نعم. والأكزيما، يعني أكو ناس يجونا عندهم أكزيما وناس يجونا عندهم سورايسيس. أكو ناس تعتمد يعني وين السورايسيس وكمية
السورياسيس بجلد الانسان. اكو قسم يعني شوف هاتشز يسموها بالانجليزي، سخينه جدا وحمراء ومزعجه الى درجه. يصير علاجها شويه اصعب. اجت لي بنت كانت تقريبا عمرها 16-17 سنه، صديقه بنتي كانت بالمدرسه، وجسمها كان ملوث بالسورياسيس. وبعدين راحت طبيب العائله مالها ما فادت، راحت الاخصائي الجلديه الدرماتولوجيست هم ما فادت. بعدين بنتي ميكال قالت لي داد عندي صديقتي هاي مشكلتها. قلت لها مو مشكله، يعني انا اريد تصريح من امها تجي واشوفها الى اخره. اجتني البنت وجسمها كان كله سورياسيس من الرقبة إلى أسفل القدم. الدرماتولوجيست حكى كلام كلش حلو يعني وياها، قال لها هاي شلون ما يجت، شلون ما يجي هذا المرض، ممكن واحدة يروح. وطبعاً إلى علاقة بالستريس. شاطة الغيرة تعرف ظروفهم بالأيام هذه ستريس عالي. فإجتي فأنا أنفت لها نوعين أدوية، أوكي، واحد شامتو واحد كان تخليه على جسمها. وفعلا يعني خلال 4 أسابيع 5 أسابيع كل السورياسيس كان جسمها راح بالكامل. ف جتي بنتي قالت لي هاي صديقتي هيك يعني طابت، حكت وياي البنت قلت لها سويتي، قالت لي انا يعني الدول قلت لي خلي على السورياسيس ما خليت، انا بس استخدمت الشامبو، استخدمت الشامبو. طبعا زائدا انا قلت لها بوقتها الستريس مالي شلون، حكينا بالستريس، حكينا بالاكل، حكينا بالامور ذاك يوم واليوم يوم. فالسورياسيس حالات كثيره منها تعالج، وحالات كثيره منها ممكن تنطيها نفس الدواء ما يعمل شيء. كان عندي طفل عمره تقريبا 12 سنه، جربنا كل انواع يعني اغلب الانواع مو كلها، اغلب انواع الناتشرال ميديسن عليه وما فات. نعم. سو المرض له علاقه بالانسان نفسه وهو والديسيبلين ماله، وله علاقه ايضا بالشيء التنطيله. فعندي حالتين، البنت انشفت من السورياسيس والولد ما انشفى من السورياسيس واستخدمنا نفس الأدوية ونفس الشيء الأكزيما، نفس الشيء الأكزيما. يعني ننطي دول الأكزيما، قسم ينفع منهم قسم ما ينفع منهم. ما هو الجواب؟ الله أعلم، رب يعلم يعني. لكن نمشي وياهم ونحكي ويا المريض ونحاول أن نقنعه. بعدين المريض من تنطيل الدواء يعني ما تعرف اذا هو استخدمه او ما استخدمه. يعني هذا الشيء احنا ما نعرفه، يعني ممكن المريض يروح للبيت وما يستخدمه للدواء، زين او ممكن يستخدمه يوم يومين وما يستخدمه بالشكل الكامل. يعني احنا بنعطي اشياء للمريض، نقول مثلا هذا لازم تستخدمه 14 يوم، هذا لازم تستخدمه شهر، او لازم هو يكون ديسبلين ان يستخدمه بالصوره الصحيحه. واشياء مثلا ضد السورياسيس والاكزيما هي الشامبوز الموجوده اليوم والصوابين الموجوده اليوم اللي كلها بيها كيمياوي. فاحنا دائما احنا نقولها للمريض بانه استخدم مسحوقات او صوابين او شامبو يكون كيميكال فري. نعم. هذا راح يساعد كثير بالسورياسيس. طبعا الاكل، الاكل الصحي مهم جدا. فعندنا حالات يشفى الطبيب المريض، وعندنا حالات ما يشفى المريض. اكزاكتلي من نوصل للكانسر همنا اكو ناس تشفى واكو ناس ما تشفى. يعني انا اتمنى كنت قد جاوبت سؤالك اخوي العزيز. تمام، شكرا، شكرا جزيلا دكتور. ربي يحفظك، ربي يحفظك ويحفظ الراجل الكلداني. شكرا للاتصال. شكرا، ربي يبارك. ثانك يو دكتور. انت من هس خلي نقلب على الصوره. أيت من ما رغبة حس الشامبو محكي يا أيت من ما محكي رغبة حس الشامبو دول الأخت إبراتا
هل انك نصحت شماعة برص قالك كلدايه انه تستخدمي مثلا شامبو معين او حسب بس الحالة. مجرد امخ اي شامبو طبيعي ليه بمواد كيميائيه؟ يعني اخي لازم لك نحكو خل شمان الشامبو لانك جورك بدعايات ومن ديانا صحيح، بس ايضا دي نصيحة تخزيانا نحبيه مثلا بلا. كل من دي الزونت كل من دي الزونت مباقر مورانا كده داو كيميكال فري اوكي يعني ناو صابون او ناو شامبو صح. او ناو ايبن ده تغفر لان ده ايبن كبير عن ناشر مدسن شامبوز بس ايبي كيمياوي يعني that's why لازم داو كبيرة يعني هي الشركة مخلا بسرعة careful بأنه أدمن دي ديو بزوانه عدول إلى وده ناتشورال ميديسن يعني خاصة أقرن إلي صح بلي يعني مثلا شامبون شغلت $10 من صيدلية يجوز ناتشورال ميديسن شامبون شغلت $35 بلي بس مجاني أوقات حتى يعني كاست دي الحالة المالية كما أثرة أكيد برناشة اليد الشاقلة الدكتور ده شد أروخ البقرة دي أنا الضغط الواطي منك ناخذ ضغط تما قبرت من دي مثلا ميلة سبب ديح اللي ده غب غزاح قبل شباب هبوط. كبير قبل انشي يمكن قبر مش كبيرة من قبل قورة اوكي احنا اولا شوكل دار سخلة ميلة يتترين من ديان كود كود وخنا كود كود اخ ضغط الدم كل شكل ضغط الدم اخنا يتترين من ديان اخنا كود اخلي بلا ضغط الدم لازم داو 120 ل 80 هاي 120 ل 80 المندي مندي بيرفكت ليلى انت مندي قاروخ للسيستوليك وقاروخ للدايستوليك ليلى يعني كنت كاف خلقنا انك شكله ضغط الدم البرناشة شكله تري ارقام الرقم العالي وتن رقم مها الواطي الناصي ايه مخيسة ليه العدلتا صحيح فالرقم العالي ما خير دكتور يعني مش قلق ضغط ما خير خير السيستوليك السيستوليك ماله الى ضخ الدمة قاود ماشي قاود ارتريز دي لي ما قلة قوة ضخ الدمة قاود هاي السيستوليك السيستوليك داو كتاو 120 115 125 130 فالدكتور ما كان يرى كاميرا ضغط ديخي هذه العالي طاولة هذه القناية دايستوليك ميلي إلى الفترة بك حامل لبة قاو الضغط فهاي دخل قيسي ليه قيسي لازم داو 80 فلازم داو 120 ل 80 كل كل ضغط الدم 120 ل 80 اجا كاميرا دكتور كاميرا مشكله لا تعود ضغط الدم طيب دخي كاسق ضغط الدم ايضا اسباب كثيره يعني ضغط الدم كاسق يجوز سكري العالي يجوز ستريسي العالي يجوز فيت المشكله قاعد كدني يجوز المشكله قاعد ليفر يجوز يوت انيميك يعني اتخ ماشي ما قرخ صورة اتخ يعني دمك قليل لا ما قرخ فقر دم فقر دم فقر دم فقر دم فقر دم اوكي اتخ فقر دم ناوي لك فقر دم اوكي او ناوي لك فقر دم او دمك تلاو بالطريقه الصحيحه دي محكوي قهوه اذا مشاكل الدم ممكن يبوظ لك ضغط الدم العالي يا ناو أقل من المستوى الكبير دكاترة دمخ أو أرقام كيبوخلي يصير لك انخفاض قاو الدمة وناوي لك مثلا سكر وما سكر مرض لبة من ديانا أي في احتمال جدا كاود لك هاي بلد بريشر طيب بعد وخخنا ميلي أسباب اوكي لو بلاد بريشر نعم لا طيب سوري نعم اولا شغل محكوخ السيمتمز كاود لو بلاد بريشر كاود ديزينس
اوكي يجوز كاوز فينتينج يعني تناقل البرناشه او يجوز كاوز بلورد فيجن يعني كاوز نازيا لاك اوف كونسنتريشن ميلي كاوزز دي كاوزز دي احنا نحكي لهم بانه سيستوليك دي اوكي الناصي دايستوليك دي ايضا ناصي الارقام تكون موضوع يخني فكل خازي الدكتور تعبر ناشا دمي إلى قليل إيجا خاز ميل علاج دات من دي مشاكل مثلا low blood pressure يجوز مثلا نويا براتا يجوز بيا حامل أوكي حامل ما كاوذ لك شاوق دورة دموية درقشة بالطريقة الصحيحة فمثلا نويا مثلا بختة حامل احتمال باوز جيبا low blood pressure او نويا حامل احتمال موثق سكر جيبا او برناشة مثلا ناوير heart problems ناوير من مشاكل لبة اذا كبيرة ناشة تي low blood pressure لان تي مشكلة قاود قاريلة bradycardia يعني قاود لبة فأدمن دي او تي مشكلة مثلا قاود غدد الاندوكراين بروبلمز التي اديسون ديزيز التي امراض مثلا كودي لو بلاد بريشر التي ثايرويد بيراثايرويد ان من ديانات من اختيله ثايرويد الى الغده التي مشكله قاود غده غده الدرقيه اوكي الغده القرنيه الدرقيه او بيراثايرويد اواني الغده الصغيره اوكي ناويله مش ناويله مشكله مثلا نويا 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 حامل براتا او برناشه ناويه الهارت بروبلمز No. مشاكل بلبة أو ناوي المشاكل قاود غدد أو ممكن تبارى من dehydration يعني مثلا ما يلك شات كافي nutrients لت كافي إخالة لت كافي أو مثلا الجرح لبرناشة برليل blood loss يعني خسير دمة injury بريلا كمان كمان خط blood pressure وإذا كبيرة مثلا أختم خطواتي ينشي مثلا كنت كاو سايكل أوكي إذا ينشي كبيرة سايكل ديانا كم طاول يعني مدة ال جريان أو سيول الدم يعني كودي أو احتمال جدا التسفير ماشي انفكشن يعني مثلا التلتهاب قوية قاريلة سبتاسيميا أوكي كنت كاو انفكشن داو الدمة أو احتمال جدا الالرجي رياكشن يعني دي سفير الالرجيك رياكشن حساسية من كنت كاو الخاء حساسية الالرجي سوري حساسية دخل عفو حساسية من خلان إيه مثلا كنت كاو الحساسية أو مثلا كثيرة مثلاً ديوي الأخضر معنا دكاترة ودر معنا كاود allergy reaction مثلاً يوات allergic penicillin مثلاً أسأل الدكتور كنت قزالت ديوي مثلاً كن باقيرة تتخ allergy يوات allergic to any medication صح أن من ديانا لا متت الدكتور احتمال جداً باري لخد من دي أو مثلاً تتخ lack of nutrients مثلاً تتخ نقص داود فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 ما كاود I don't know B6 not كودي 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 production يعني كم ساعدك أو production دمى كريات الدم الحمر. فلان سبب ده كبيرة من المرضى دي أنا بزالت مثلا قاسي B12 ديهن ودكتورة ودكتورة كاميرا 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 عايتي وتخنيني وتأنامك فلازم ديو النخ B12 وكويلة طبعا كان خاتمة iron ديهن كاو ناقص يعني كاو لو iron very simple method يعني أنا ديزن برناشة دي low iron يعني دا يود بخيارة قاود إيدافة أنا تخزيانا حبيوك بن عمل ديديرة من دي ما قداوة إيدافة من خيره قاود إيدافة دها ما قداوة إيدافة من السموك على pinky color يعني وردية الشكل أي كاميرا خمن دي كاميرا بأنه دمان طاولة ما قداوة إيدافة مدى كاترة دخل كيري إتي ورخاتة ما قد أوي إيدافة برناشة على صفار أو بياض أو لخز يتقوين مثلا اللون الوردي أو اللون الأحمر
يعني دكاترة رأسا خايف قالوا يعني كيادة بأنه تلوع أيضا صح. فما كمش عادير على البلد تاز بس تناش دي عندي لي مثلا خلينا نحبيه كإدوكيشنالي يغبي مرة ملاحظ أي تدمن دي أنا ملاحظ مثلا توبراتو أوكي توبراتو كميلي نيلي وردي شكل لتي فنجل لكتوري إلى آخره مأمن دي أنا إذا أخنا ديزوخ بأنه دخلوا برخاشة بالطريقة الصحية دكتور ما رف... يعني فأخنا ما مرندها بس يدخلي مشاكل low blood pressure إلى احتمال بقى حمل احتمال بقى مشكلة داود لبة احتمال بقى مشكلة داود غدد احتمال بأنه يتم dehydration لك عخل لك شاتر أو يتم infection ودخل إذا كاتل infection كل جزال جابد مستشفى أوكي كنت بعد إنفكتشن كريات الدم البيض بالذاتي لأن كريات الدم البيض ما كوري كوري أتاك كمرة فكير إذا كاتلت إنفكتشن بعدين حرارة الجسم الليلة في 7.5 ملي عليسة بيضت برناشة إنفكتشن أو مثلا ألرجيك رياكشن تزير ألرجيك رياكشن التعلاقة قاود إخالة التعلاقة قاود درمانانا وكنت دخكي رفقني برناشة عنا التالرجيك رياكشن نفسية لك أو طبيعي بعدين كبار لي ضيق نفس فطبعا انت درمانان كيوت درمانة ودرمانات مرجع له تبرناشة الطبيعية ومو بس هاي انت مثلا lack of nutrients فيتامينات ومن ديان لتخ كافي قاود للشخ نعم دكتور يعني I hope مجوب لي نعم. البقرة دي أخي لأنه إذا أخذ حكمة من شمائن كما عندي فقر دم على طول ويكون عندي صداع مستمر يزعجني هل أنه فقر الدم دائما يصاحبه وجع راس؟ أوكي المتصل يعني سوري إلى ميل يا فيميل يعني فيميل فيميل بختة؟ يس أوكي نيلة بختة يعني إيبن محكو خاصة بش لأن طبي لا إيبن محكو خاصة بش انفتاح إيه من ناحية الدورة ومن ديانا إيه؟ يا راديو الكلداني لك قابل لا لا عادي فضل أشكل لك بروف عادي طيب نعم أخنا نكذب بأنه monthly cycle بختة دي ل الدورة الشهرية البختة يعني كمتراحة بين 21 يوم و 28 يوم نعم. إلى هذا؟ نعم وبعدين يعني لازم الدم طالة بشم خمشة يوماتها يعني الدنيا بين 3 يوماتها و 5 يوماتها it's very important صحيح دي دخلة وبعدين كبختة لازم الديادة يعني how many pads كم بدلة قاوة الدورة فأنا من ديان يعني من ناحية البختة لازم دم لحظة عليه. أولاً ما قلتم طول دورة، ما قيل هذه دورة. هل كتير بنظام أو لا كتير بنظام؟ يعني بين 21 28 يوم. و believe it or not برناشة الستريس عالي. ممكن دورة قطع يرخى ثلاثة ثلاثة أربعة يتشتهر يعني كثيراً أوقات. حسب الحالة النفسية. أو من لبما مثلا أنا دورة دي لخطيتها ويا قول تبع ولا يلا ما ويا المنطال early منطال فدكاترة طبعا انتي ورخاتة كيبي قاودة من دي كمشغري كلها هي البلد تاست من دي قودي لي فبعدين بالأخير احنا كنت مخت من مريض وشغلت وقت من مريض خازت الستريس إلى the prime factor قاوة الدورة بأنه ليلة بتاية بالوقت المعين نعم. يعني stress ضغط دي إلا وإخالة جل طبيعي يعني بختدها سوري يعني أنا محتد يعني إلى تقريبا victim القرن 21 يعني إلى ضحية القرن 21 نعم أسباب مثلا جلد شو لأسوك 8 ساعة إيه ليلة؟ نعم ما نسع أبو يحمد على خلاصة أبو يبتلاخي خاصة دوي شلان مثلا خلطة يقورة
كبيرة فالقصة عايزة له فالقصة عايزة كبيرة تشيالتها كنت بدار البيت بختة قبلية شفت خاصة خاصة بالمحتوى والمجتمع دي يعني. ايه مين شفت خاصة بس ينبشلة صح تيالة منظور شو البيت ايه مدرسة ما في علي من مدرسة مسواق اوكي بس كيف بدي شفت خاصة بوشالة وما بوشالة ويتالة وما يتالة قرى الزيلات يا الزيلات اوكي اتشغلك شغالة نظرة at least 4 hours بعدين خلوا المواعين ومن ديانا فهي بشغالة شفت ثاني وبليد اور نوت يما لقدر يا خالتكم ما ولدت مخلا يالا يعني خريطة دائما دعوة تحقى يعني أنا خلي يماسة أدن دي ما كم كاون قبل وبعدين يعني كنت كاف قبل قورة قورة ممكن حقوقي وسوري يعني أنا لك بالمحكن القورة يعني قورة أوقات لك بكسهن بالديانة دي ورا بخت قال عاون حقوقي أكيد لي كله فما أكباري أدن دي كموالد خضغط البخت أديو بعدين المنديان السيكولوجيكية تقدر يقاوى مثلا هرمونال تشينجز تقدر يقاوى كنت خلال الدورة تخمت بيها كم شخلتها يجوز كرة ضغط عصبية منديانة يقدر هرمونال تشينجز قبل الدخت فبتيا مثلا المنديان كله لازم تمرض قالي نهاية النهار ما كوية كوية exhausted يعني كوية جهيسة صح فأمن ديان من الزمن الأمراض بالنهاية احتمال جدا باوز جابي فقر الدم وبعدين إخالة مثلا دخل ميرا نخلنا نحكي لها إخالة أو مثلا بعد ليلة low iron نعم فقر الدم فلا سبب مثلا كنت إخالة جابي الدكتور يعني إحنا كلنا كمخ يعني لازم دور راحة إيثن راحت الفكر راحت البال إيثن مثلاً كمخلط عائلة سون فيكيشن وطن من أدم فايرمنت يوتنقاوة البيئة دي يوتنقاوة سون فيكيشن أو مقلل شولة فهل من ديانا مثلاً ندخل ندريالي في جدول مثلاً سايكولي له كاس عدولة تادس أكما بات أنا كم شخلتن لأن أنا يجي احتمال جدا باولي من ديان خلنا أربيطة تدمن في blood pressure دي وخاصة إنشي يعني بالذات إنشي قاود وقت الحمل نعم كبيرة من نهن تدار لي لو أيضا صحيح كبيرة ايه. يعني أحب نجيب لي البقارة دكتور إيثن خبقر هذا زورة تأمت طالا يعني جواب دي هذا بكريوثة كما ما هو أسباب الحموضة في المعدة؟ أسباب الحموضة في المعدة أوكي من البقرة سوري؟ هم أغدى بخته؟ أنا بختي لا أوكي أسباب الحموضة طبعا نحن نمر عندها إلى خالة يعني خالة كلش مهمة لا بلى أولا محكو خاصة لي خالة من خالي؟ إيه تفضل أوكي خالة فروض أنا في يوم دي خالة يعني خير ما أجي ما بخلة نعم. أغلبية دكاترة ما كاني يعني أطباء ما كاني كاني لازم دخلوا دايت الشت جاي بيومه الشت جاي يعني سوان كده قريتها ايه. كامر لازم دخلت الشت جاي بيومه وسمول بورشنز يعني ايه. عندي أنا جزئية زر نعم بس أنا لازم بقرن لك بقرة من توقع داخل الشت جاي أي لا مشكلة يعني نظرية يعني نعم. سوري نظرية لا أنا محترمنا بس نظرية لا نعم. حتى دكاترة بيجينين لسه يوقف تدخلي الشيب جاي بلى أوكي نعم. طيب أنا ما كمخ أوكي والله نخلص طلاب جاي أربية جاي بيومه بلى قسمت يخالوخ لا أخواتنا يعني جماعتنا ما كوذو أغلبية دي خالك أخلوخ داود دينر ايه قاعد حصرته نعم. يعني كخلق اكبر وجبه بعصرته اوكي اسباب الحموضه ايه ان انا ده يعني كنت شني خالي اربيه جاي بيوم بلا اوكي مثلا قبل ايش قال لي بريكفاست very important يعني كل دكاتره كنت تفقي للدندي نعم بانه وجبه رئيسيه برناشه ايه مهمه له كلش لان هاي كيف بالقيامه بزال الشوله وبقيامه مهم يلتدخلت بريكفاست نعم عيشة
غدايا لازم دخلت. نعم. وقم دخلت البيت يعني عشايم لازم دخلت. بعدين يخاله لازم تلفايت الشيخ ذي شواب عاصرته. يعني الساعة السابعة يعني المفروض الساعة السابعة السابعة ونص لازم لا بيناتي والميز بخاله. نعم. بس أخنا يقول لي يعني كعم كلداية يقول لي مثلا كخلق ساعات متأخرة بالنهار. بلى. بلى. طيب. فما كان خاصة دي لما بقول التخماعون قامة خماعون أربع وجبات بالنهار. أوكي. أنا يون ويدخ شبه دي رسلت من دي بأنه تلقيت معون ديخ كل خيرة المعون ديخ أي اليوم إيه. تلقيت معون ديخ لازم داو ياروكا وداو رينبو يعني ملون إيه. دخي أغلبية دكاترة كنت كم بقرتها كان لازم دخلت صالة إيه. بس لكوري قاود أنقد محكيفة نعم أوكي أو خصم يجوز كوري بعمقد محكيفة تلقيت معون ديخ لازم داو ياروكا أي خال بلى وداو ملون إيه يعني إيه بطماطم فجل ومن ديان يعني إثنان أنواع فيتامينز اللي موجودة بلون وليلي موجودة بلون خلنا نعم. إلى آخره فتلقيت معون دي بخزينة لازم داو قز وقزح بلى ملون يعني السلطة دي درينا لازم داو ملون نعم أي خال ليلى؟ إيه صحيح ربع معون يعني 50% المعون لازم داو ياروقة ملون نعم 25% من معون دي أو من يومي لازم داو فروت هم ملون فواكه فواكه ملونة لازم ميول دي داو للفروت دي لي دارك كولر يعني خواتد معها خواتد رازبيريز بلو بيريز نعم أوكي لا ولا سكر مثلا خاصا انوا كوما نعم كنت كاوي الوان بش غامقه وكوما كودي ديتوكسيفيكيشن يعني هي ديتوكسيفيكيشن يعني من ديانا ليله طوقا ولا شك شيء كومبلتي تنظيف نعم تنظيف شمال يرى نحن المرة تلقيت معهم لازم داو ياروقه ولازم داو رينبو ملون الشكل صحيح اضربت معهم خلنا لازم داو فروت إيه. وداو مشكل فاكهة مشكلة أي ما داخلنا 75% من يوما يديلا ما أخلو إيه. يرقوسة وفواكه فواكه تمام واضح هيدا صحيح بيشن أضرب أخنا مقسم لنا السبع أقسام إيه. آخر تيشة صعوبة جيب برناسة تداخل صحي أنا سبع أقسام مثلا انت قسم دخل اللحمه كلنا كخلق لحمه بس إيه. لازم داو واحد على سبعة يعني خشم على إيه. مية نعم دخل عفو يعني قصد خشم لحمه لا كبيره يتمنيك كخلي يعني غدبث اختربثه او كخلي تريت لصصمون لا لازم يعني تتاوى كميه قليل اخي ما ميران اخدان ميران 25% مقسمه خلال 7 أقسام يعني إذا مقسمه خلقني 25 إلى 7 شوف دمه 4% من 25 لحمة لازم ده نعم ليلة مثلا بوضو خلال بقى لشانة في شيطة يعني نخلي لحمة أنا بقدمتها تلقدي مبعصرتها لك أحنا اللحمة نعم ليلة إيه؟ التتة داخل نقسم من 25 خلصا خلنا اللحمة بلى قسم خلنا مثلا نخلي طفرة لك خلنا كفيفة نعم. ونخلي رزة لك خلنا اللحمة فنقسمنا يعني مثلا اليوم ما في شوية ما في شفتة يوم بخلن ننتة يوم بخلن طفرة يوم بخلن كفيفة أوكي من أنا قسم السبعة بلى وأني خلنا مثلاً خقسم تايشت مراقة خقسم تايشت رزة خقسم تايشت سوب إيه. إن محول لي أنا اليوم بمارة يبان دو دخلة 100% نمحول لي أخل بالطريقة أو نلعي لتغيير الفكر نعم. يعني شخلبت التخمنتي له كنت تخمنتها كنت كتلو خقنا لخالة مثلاً أنا خير ما كان لخالة صحي
كده عويلي أتخمن تركيب أنا دخلني خالة صحي باوابي دم سيطرا الميون بخالة اشتيو ما كان رخشن بعد أرخا بلا اشتيو ما سا يوم الشوى وكل ما كبت اه لازل آخر لاشتيو ما سا نعم واضح إلى جناميلة مني العفو اه 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 أم النخ يا نعم واضح الأدمن بي فيومي يومي مقسم منه 50% نيران يرقوسة زلاطات 25% فواكه وكلها ملونة نيران نعم وربع ربع الماعون ال 25% مقسمة إلى 7 أقسام نعم ولكورن راتها تشري يعني من ديك المخلة قدمت دي اللخمة لك أخلنا بعاصرتها دخلنا بدوكي مثلا رزة بس هذا رزة دخلنا خق السم 7% نعم نعم واضح إلي؟ طيب إيه. من أي أزداد الحموضة؟ نعم أوكي؟ خلنا من دي يغبي ما راخنا ما كان من أنا زي نحكم تناشد لتي مشكلة قاود جاتي مشكلة قاود كلا إيه. ناوي لك مشكلة كلا يعتبي يعني لازم داود كبيرة هشة من دي زينا منه بلى يعني مثل من ديان يرقوسة كما تري الكلى مثلا قاعد السبينيتش السبينيتش قاعد يحصل ايه نعم باي ذا واي احنا نخو محكوي ال اخو محكوي الجهاز الهضمي بلى عندك لما تخرطن قاعد تحصل ايه ناو إخالة ديون بخالة ودا برجعوا في البقارة ناو إخالة ديون بخالة السدك ايه كدي البقوارة قاعد الجهاز الهضمي كدي بزالة اوكي كدي دي تاي كلا كبد وذال تنظيف وما تنظيف ما كاود كاود تكلسات وانت ما كود يعني كودي حصو ايه انا حصو نفس ذا حصو كودي حصو كاود جول بلادر نعم كود كاود يخالي لا صحي واتسدك هاي بس المحكية تحصو yeah. طيب داخلنا نتم يخ محكوية ما اخلنا انا كودي نعم انا كنصحا يعني برناشك كيف الدخل الصحي نعم no. وباي ذا واي احنا ليكم محكوي الدايت نعم no. دايت من دي له الاكل الصحي من دي خلينا كثيره ده اي اي شغله الدايت يعني الى إيه. تجاريه اكثر من ما دي له حقيقيه yeah. اوكي yeah. انا لك كم دايت لك ثالث طبعا دايت ثالث كنت مصيمه الجانو نعم no. ورياضه ومن ديانا تلخي بس احنا شغل نحكوا الا عن طريق صحي اكثر من ما دي له دايت ودي خلنا من ديانا بلى كنصحوك مثلا المريض كنت قيمته بخشك الصباح ده مثلا لو نسخة عصير ياروقة نعم هذا عصير ياروقة اوكي مثل من ديان ياروق بشوقة يا كيل سبينيتش ايه داوي اورجانيك ناوي اورجانيك ادرا اداس بيدوخ زي ما يثن من ديان ياروقة مثلا بعصرته يبغ دوبة عصير كل صلاة يوماتها ودارت تقاود داو الثلاجة وكل يوم منهم خشك الصباح خكب نعم. خجلاص حش عصير ياروقة بشكلنا قبل الفطرته نعم very important تعاني بتي مشكلة مثلا قاوت كلا أو مثلا اكشقلي مثلا مميعات تدمة خوافق وورفرين كيوميدين ايه انا لك نصحنا يشقلي كبيرة فيتامين كي دي دي اليرقوسة نعم نتي عن مشاكل نيلي بيش قالها وورفرين او نيلي بيش قالها كيوميدين او نيلي بيش قالها زيرولتا اني الي درمانانا تتميع الدمة نعم اولا ان درمانان ديوتين بيش قاليها لازم الشقلوتين الي بالاوقات المعينة كل ما ميروحن طبيب دكتور نعم. مهم جدا قبل إخالة بعد إخالة حسب كمية دي اللي بيوليها دكتور أني ما كوري أني أي تخثر دمة نعم كوري تميع قاوة على مدلبر يا جلطة واضح إيه؟ نعم صحيح؟ واضح يعني أندر منام كوي ليتناشي على مدلبر تخثر لأن فيتامين كي ما كاود كاود تخثر ليه؟ نعم فأخنا نكون يخبي مع رشتي غلاس يركوثة اوكي إيه. هاي فيتامين كي صحيح اولا نيل تخثر دي عالي
باخر طبيب دير. وهم يشقل لك مثلا جرين جوس اي يعني يشقوها الثلثة دقلاب كمية قليلة. فيتامين كي لازم دخلته او شاتته in moderation يعني توش السيستم دي وتقاوي يعني ادت دها مثلا تبيع ادت تخطر بدمه من ديانة لك مانع داخل يرقوسة صحيح بس مها don't overdo it يعني لازالت بشخلة ربصة تمين بمرض من دي تدبر تحفظ بدت تخسر ان اتخ مثلا تخطر قاوة دمه بشكل تندر منانا خمن دين باقر دكتور دي يخوة تتي نشكل بشكل بلقي الغلاف أو ثلثة الغلاف من تشكل الصباح تلقي ما أرام باقر الدكتور ديوخ لأن الدكتور ديوخ أو ديوخ كل خامنا دكتور كل من دي قد مريض ذته يعني كيابي دمي ميلة حالة صحية دي ميلة فمهم ميلة داوي لك إرشاد طبيب الخاص ديوخ أو طبيب العائلة السبب يعني أنا بترجن خزيانة الحبيوة لازال الانترنت وزوني واوذي لين ان من دي عندك دارينا الانترنت دارينا تناشا لك مشكلة نعم الله لا دكتور انزال الزنخ من ديانا من انترنت نعم خابث بامر او اي رقوثة طوطيلة ولازم الشاتقلة بعد خبر ناشا بشي فبزال زاونا بشاتيلة تتخطر الدمة ممكن باوز المشكلة باوز المشكلة او مثلا خمن دي خنة خاية low blood pressure بحكي لك خاية انهباط بالضغط نعم مثلا ماذا بعمرك بعمرك garlic توما كمعالج 33 مرض حقيقي لا توما بتعرفي سبتك صحيح وإلى علاج رابع تلاشي برناشة بس توما ما كاوه كمان خف ضغط الدم سواية تقدر تخبط بقاود ضغط الدم نعم وسيلغ بشقالة pills مثلا توما وكخلت مثلا 4-5 كلوز توما بيوما اي ما زيلاو زيلاو انخفاض قاود بيش انخفاض قاود ضغط الدم صحيح او مثلا سالري قاود انخفاض قاود ضغط الدم نعم اوكي وvice versa او مثلا اتخ high blood pressure اخا ما بعمرك بعمرك بعمر إلى not proven بأن القهوة دكشت يتا أي من دي مضر تصحة الإنسان بس أنت بشكلتها قهوة ماك ولا كمثقال ضغط الدم لازم داو خيش شر ميوغ بشقالة ميوغ بشتايا ميوغ بخالة so, من مخشك الصباح إن شكلا خكب خقلاص يرقوثة ودتي أمراض أخرى تلقى دقلاص كلثة دقلاص شكلنا منهم خشك الصباح أوكي قبل الفطرته وبعدين يخلتي بليلة لك يعني لك ما عبرنا من 7-7:30 مع الفطرته أي خا ما كانت حموضة كل من دي لي حليب ومشتقاته قبته ما قبته من ديان معلبة لأني بي كل إعادة مواد حافظة مواد حافظة أوكي مثلا قهوة بليل بشاتنا بوضع لي حموضة يجوز شاي بشاتنا بوضع لي حموضة أن من ديانا أن من ديانا يوم بيخلين دهنيات مثلا أخنا مقليات يعني عم كلداية كخلق دهنيات مثلا كافي إذا واتا وما إذا واتا باتشا ومن ديانا واني يعني مضر إلي للصحة كباب وخال إن أخلنا صحيح دكتور كبن بقرن وانو خمدي خلوة بليلة نعم بعض لي حموضة بقرن قبتة بليلة Yeah. أو بخل المندي دهينة فعلا ليلة. Yeah. دكتور اللي افطرت توتا بمارة إلا بحس آي جوز يروقة إذا كبيرة ناشك نصحي همين مثلا كسموذي مثلا بدل ما عصري سبينا خمة خكمة من دانة قدري لقول لي قاود خلاط وكفطر بقاوي كخليلة يعني بلس أنه بشقلي فايبر يعني بثل وهمك مسوأ فما رأيك كواحد يقول بريكفاست؟ يودشقلي فايبر من خضروات. بس يعني هم إيه بجرين. إتهاف جرين. إتهاف سبينج.
يعني مثلا ما اذا منا كمي اي اخني بتوخ بعصروخ وبعدين بتوخ فطرته، فمثلا اي باي لان كثيب قاردها اي باي تؤذي تريمن ديان ان بودي سموذي دي يعني خكمة فواكه بدري اما حسبيناخ او كيل او اني جرين ليف اي اوراق خضراء بودي لو بخليل مخشكه، هم سهل التهضم وهم عندك كمي مخالي ترى بيديك بخكيبه 100% ما حكيتها حضرتك. نيكون نحكي للسمودي، انا كمان بشيل يرقوثة تحفظا الناشئ بتي سكر. فان كي بدي اضغط السمودي ديك مثلا دريت مثلا مديان فواكه سوداء الشكل تلقيت خبوشة كمساعد الهضم اكيد اوكي لمن مثلا ليمون كما تحق مثلا دارت مثلا خمطوطة زرطة دهن الزيت زيتون خالص كما تحق مثلا دارت مثلا هاني بيور هاني لا أي سكر عسل دو حقيقي خاصة يعني أسعار بشي جراميلة صحيح أوكي؟ مثلا إذا عسل بزرطة $5 بس عسل حقيقي بكلفه حوالي $50 دارت خمطوطة عسل مثلا دارت مثلا أبل سايدر فينيجر أبل سايدر فينيجر إلى خامن من ديان طال كبيرة حموضة يعني أنا بعد لي بحموضة خامن دي كوبن لكن أبل سايدر فينيجر دارنا جاود ماي شاتنا حموضة جزالة أو جينجر بس أخني لك نفاق بجينجر تاكل خاقاي لأن ديت ضغط الدم ناصيك من خطلة بلا صحيح بس مثلا جينجر يبقى دارت تخا مثلا بس مشكلة ضغط الدم يعني يبقى دارت خازت المعدديه وبديان كلك مخلله كلك منظف لي نو حموضه كلها نوبلا صحيح صحيح فايثن من ديان انا ايه انا اخني كما حكوا بانه بودت السموذي يس بودت السموذي بس ميك شور اغلبيه السموذي دي والديوابي لكمله الحليوثه نعم مله اليرقوسه بلى يعني صحيح اكزامبل 80% يرقوسه و20 25% من ديان خنة تدارني ودلا يا بي سكريات لا وشيكر كمان نعم صحيح 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 يعني تفضلي اذا خ بقرة خنة كما هل ان المشروبات الكحولية تسبب حموضة المعدة؟ طبعا احنا دعنا ندخل مو بس تسبب ال طبعا ليلى بقاردي يعني بقاره الشمائن لي يا انا بقاره الشمائن لي لانه ايثن ده كبيره ولا بقاره امن ايثن كبيره بقاره بس احنا نهم من وقت البرنامج ليل يعني بسمح انه طالخ له بعد بش كبر بس ان اي بخم جاوبتي هذا بكريوثا 3 دقيقه اوكي المنديان الكحوليه مو بس كوري حموضه كوري كلافجا وكذا يا كل انواع الكحول نحكي العصور كل انواع الكحول كل شكل يعني كل كم ايه طبعا يعني مثلا ميودي مع ويسكي ايه بيرة هم اما حوال يعني ثمنها كميلا بيرة لكو ذا تشمندي بيرة رنديلا يعني بيرة كنا صحيرة ناش داوي لي مشاكل جاود كلا جاود جاود كلا وما كلا تنظيف ومن ديانا انا زي مهمي لي انا كنت شكل مثلا بيرة ليش شكلنا تسكر نعم. كل يعني كل من دي شكلنا مثلا باعتدال ايه. اذا خمرة مثلا خمرة أركها وقد ليشك محكة كامير فولوس تاتي مثاول كامير شقول قليل من الخمر من أجل أسقامك يعني كنت تخمى شاكل جودة معاه قليل من الخمر يعني كف من الخمر تساعد له جود هضمي له جود من ديانة ميل مندي طبي شقول له بس المندي ليو طبي زي ده احنا نحكوخ ما كان في منديانة كحولية ناوز تلاف تكبر كبر كاود وكاود تلاف لونج دي لي رئتين وباوز تلاف كلا باوز كاود كبر سيروسس اوكي والسيروسس مشان المشمة الرئتين بلى باوز تلاف كامل كاود كبر وباوز تلاف كامل جاود رئتين صحيح وبيشت بشتايا بعدين خمن دي خلنا بانه المنديان الكحوليه ما كوذي كوذي تدم السدك صحيح يعني دم برناشة كوذي السدك اوكي مثلا عندي لك شاتي كبيره اول ما بقرا دكتوري له بانه اشتيت خميله
بعدين سيروسيس قاود ليفر بعدين فايبروسيس ديلا قاود لونز أو سيروسيس نعم. عني خيرة الليهن يعني تفرطة ديين بزدت خيرة الليهن صحيح. وتدخين طبعا تدخين التعلاقة قاوة همينة فالمنديان الكحولية ليه تأثير ديهن بس حموضة تأثير ديهن فيتل قارير يعني مميت نعم. خاصة خدع مدمن وطبعا بالأيام الآتية نوضتني بصدافة داخلتها ومنديان إن شاء الله مشكوخ التوكسن نعم. أي يقول يبشتايا مندي كحولي يبشتايا مندي توكسن فعلا سمومك أوري القشمة يعني يبشتايا سامة فمحكوخ المنديانة الادكشن دي الدرج ادكشن أو ني الكحول ادكشن التم بالدرج ادكشن هم يختاخد مشكلة دا قاود أمريكا أختون كم قاريلة وضع دي دي الأوبيويد ودي تخن فنتينول أبيوز أوكي وتخن هيروين إلى كوكين إلى ودا أهم جيب وخن فخكنا دكان إلى محكوية الكانابس التي اتش سي إلى إلى آخره ان شاء الله بكليات خلنا كله محكو خلي دكتور كمان ان شاء الله بكليات خلنا كله محكو خلي وبتاود تنخكمة مواضيع قيمة وشيقة كل شبثة بتاود أمن على جعل إن شاء الله إن شاء الله وماريا ولا النعمة نعم برسقالة كلداية طالة القامة واسق القامة بس مجانا شكرا يعني خدوك بد من دي بمن يعني تخزيانا نحبيه نعم. مشجعون برسقالة كلداية يعني تبرعات دي يوخن بصلو سوخن وستل يعني أنا ميري تلقى الساعة كي بتحكي مني ده والتبرع بس قالك البداية أي تيشة منن نقد دولي استضافة إلى حلقة بس قالك البداية بس ما جيان أخ طبعا كشكرخ لخ كبيرة وكشكرخ كل أي معلومات حلوة دي كمية وتيطالا أكيد ألي يعني شماء مستفد لي مين معلومات من دانا غزلي تفاعل رابة من شمائن من بقاردياي من لايكات دي تواوي بياذا من ما قد دقت اندها واوي بشمائن قاوت ايه تكليثة بس ما قيانوخ دخكمي ألا جعلوخ دائما حكيمة هادخ مزد أتحكيموثة بش كبيرة وأت خدمتها دي تقود بيالا حتى شمائديا بس ما قيانوخ طالح قيانوخ بسمتا وإن شاء الله يعني شبثت بثاية أبتوت أمن خرتقاي نفس يومات روشابة وبخير مرة لازم نكملوك أد من دي تكن شخص الله خلص طلان لأن وين أكيد بقارة وكنا من دي يعني. أكيد أكيد يا أخني بعد تلدها موضوع ديان قمايش بعد لخو كميلة بس ما قد كثيرا بقارة أخ موسوع من ديان بعد بش كبيرة يعني شتا مخ أولا صورته بش مبيون تشمأن ميلة ديخ يعني محافظوخ الصاخوثة قشمن وديخ بيشوخ صحيين شتا مخ دكتور ميلا أمختنيثة خريثة إديو كبت أمتة تشمان عزيزة طلافة من دي أنا بمني أولا بروخة بروخة نلتخ أولتا وشقلتا من آلها دور التنيثة آلها وليقارة مريا إيشو عمشيحة ورخوش بروخة قدشة روخة نعيد نيلة مندي دقيانة دريل أن مندي دي ضد ماريا كامر ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بكم نيو تسنيق خا تريتمنت من ديانا نتوق دكتور دور الدكتور ديو إن كيف تخنن بالخدمة إذا نمساعدوخ له ونيل مندي طغرانايا أنا كمتمنى يعني دخله صحي أكيد أكمتلخي إيش أنا وشلامة بش بشلامة منن